السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب البحريني. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة ودية استعدادية لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستجمع بين منتخب البحرين ومنتخب أستراليا في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز في هذه المباراة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لعزة تنطلق المباراة بعد قليل، لكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.